ستار قلت له طيب بيلي جينز بتروح لك مشوار بيلي جينز بتروح لك مشوار بيلي جينز بتروح لك مشوار قلت لها ليه ما تجي لي عي بيلي جينز ادخل أهلاً وسهلاً أهلاً بتلميذي أستاذي أستاذ الكبير راسك طالبك راسك ما يصير ما يصير ما يصير أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً فيك وينك مالك شو الله يسلمك تفضل سليح كيف أحوالك الله يسلمك خليك طلعنا البر الأسبوع الماضي وجبنا طلباتك جبنا الطيران وجبنا الكمنجة قعدنا نحتر بدك تجي معك أنا طال عمرك من أعطيتني لحنة قلت ما أطلع من البيت إلا أصم صم مع اللحن أنت فنان عظيم طال عمرك ولحنك خرافي بصماتك فيه إيش رأيك في اللحن لا تسألني شفت الطريقة يعني الأحاسيس اللي أنا أدخلتها على اللحن إيقاع راقص يا سلام. موسيقى غربية يا سلام. مع موسيقى عربية يا سلام. كيف يعني خاصة المقطع اللي يقول هذا رهيب أنا عجبني الكباريه الأول الكباريه الأول لو سمحت الكوبليه عفوا فأقول لك يعني جايبها معك ذا ما أدري من العفو يعني إحنا أنتم عارفين في المسابقات الأصوات الجميلة إحنا أهم شيء عندنا نعتمد على الخلفية الثقافية للفنان طبعا. الفنان دائما حساس بالفن العفو الفنان حساس أحاسيسه دائما تعتمد على نعم فيمكن نبدأ بالمتسابق الأول أنا طال عمرك نبدأ بك أنا نسيم أهلا وسهلا أنا نسيم أهلا نسيم نسيم أنا عارف إنك نسيم عمري الفني طال عمرك 5 سنوات بس خلال 5 سنوات استطعت إني أكون شيء أنا طال عمرك فجأة حسيت إني أملك طبقة رنانة رنانة ترن أيضا بجهود إخوة طبعا الزملاء والأصدقاء خصوصا بالكشتات طال عمرك الكشتات والعروس العروس عروس الرياض طال عمرك معي هالعبود واخرش اخرش العبود طال عمرك يعني عفوا عفوا يا اخوان لو تدخلت يعني الحقيقه ضايقتني الاخرشه دي يا اخي العود له اصول في العزف له لمسات له تعبير عن مشاعر اقول لك طال عمرك يعني انا لا انسى فضلك انا فعلا لا انسى فضلك انا قاعد انتظر هالكلمه من اول يعني انت اذكر انك قلت لي كلمه عن خرشه العود خرشه العود اساسيات الفنان يا سلام اساسيات الفنان المبتدئ هي النقلة حجرة عثرة نقلة أنا الموسيقار الوحيد فعلا الموسيقار الوحيد اللي أنا تأثرت فيه فعلا هو أنت الله يسلمك هو أنت في حسن ظنك لا 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 أنا ما أبي مجاملات ولا أبي شيء لكن زين أنا يمكن أنا أسأل يعني في أكيد ناس وقفوا بجانبك في مسيرتك الفنية الزاخرة هذه طال عمرك غيرك ما في أحد يسلمك هذا شيء جميل هذا غيرك طال عمرك ما في أحد هذا بيزيد من رصيدك يعني الله يسلمك زين يا نسيم أنا ما أدري اللون أو الخط اللي أنت مشي عليه أنا طبعاً أميل إلى الأغاني الشعبية. هذا تتناسب مع طبقات صوتك ترى. يعني أنا موجود عندي القرارة. نعم. طالع من هنا. قرارة. عفواً. القرار. القرار. لا تفشل. لا يهمك. لا يهمك. ما معك. ما أدري منه. فطال عمرك أقول لك أنا فعلاً حاس إني الأغاني الشعبية هذه أبغى يعني أمزج فيها قليل من الغزل. بالأغاني الشعبية وأطورها لأن أنا فعلا مريت بمعاناة نفسية أنا طال عمرك انطقيت كثير وأنا طقيت إلين كفخوني ناس كثير على أساس المعاناة فمن خلال التكفيخ المكثف يا نسيم يا نسيم أدت إلى أني أكون معاناة نسيم ما يحتاج أنك تخبرني بالأشياء ما هو أنا أستاذك برضه مريت بالمعاناة أنا طقيت إلى هالحين وأنا مطق لابد الواحد يتحمل زين يا نسيم أنت قلت أنك دائما تميل إلى الغزل الشعبي الأمور هاللي قلتها لي من شوية طيب يمكن تسمعني شيء من أسمعك من ألحاني ها ألحاني أنا أسمعك تسمعنا عفوا تفضل تفضل ليلى أهلا وسهلا حياك الله شيء زين يا نسيم ما أقدر أمسك العود إلا في الطريق هذا عشان الهواء الهواء هذه ما هي بعد ثاني تفضل نسيم ترى ما أحب الحال الله يسلمك معنا أحد اللحن اللي أنت أي اللحن على السيكة لا ما أعطيتك اللحن على السيكة يا نسيم أنا مبكية على الطاقة الثانية ذيك شو اسمها على البنجكة إذا هذه السيكة البنجكة تصير كذا
هذا البنجي مظبوط. يمكن يلا تعزف لنا هذا البنجي. خلنا نسمع من صوت الرنان. ما شفيك؟ أنا نامل. لابد تكون حريصا. ها؟ ذكرت إني أنا طالع بكشتة طال عمرك وقعدت أقص بصلة فشالت شوي من. نسيم نسيم كم مرة قلت لك حافظ على أناملك، حافظ على أصابعك يا نسيم. موجود 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 البديل، موجود البديل، البديل موجود البديل. خليه أخوي عبد العزيز. أخوي عبد العزيز. عبد العزيز. أخوي عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا عبد العزيز. عبد العزيز. الشباب. أهلا أهلا. حياك الله. حياك الله. استريح تفضل. استريح طال عمرك. استريح. أخ عبد العزيز فنان حقيقي. أهلا وسهلا. فنان حقيقي فعلا. عجبك لحن إن شاء الله اللحن اللي تفضل طال عمرك. أزف لنا أزف لنا علشان أنا اللحن اللي تبغى أعطيك إياه. الخاني بسرعة. طبعا أنا متحمس. يا نسيم بسرعة. أنا بقيمك على هاللحن. اللحن أنا بقيمك على اللحن. أول حيط. أول حيط طال عمرك. أول حيط. ثاني عبيد. أول حيط. ثاني عبيد. كابو ثالث. وهو الرابع. كابو ثالث. وهو الرابع. يا حجارة يا حجارة اللي ربي عد العشرة. يا حجارة يا حجارة اللي ربي عد العشرة. الله. أول حيط ثاني عبيد. أول حيط ثاني عبيد. كابو ثالث وهو الرابع. كابو ثالث وهو الرابع. الله الله. فنان حقيقي فنان حقيقي. أديتها مثل ما أبغى. جميل جدا رائع. الله يخليك استاذنا. وين يا عبد العزيز؟ طبعا عروس. تعال عندي موعد. عرس الرياح طبعا. عروس الرياح كلها طبعا. وكيلها يا اخي. العود العود حق جميل. عود جميل. خليك احسن من عبدي. عفوا يا شكرا يا نسيم. ننتقل للاخر المتسابق الثاني يمكن يا الحبيب. هذا المنى فاهم طبعا. تفضل. اهلا وسهلا. دورات شهادات اللي تبي طبعا. لا فنان فنان حقيقي. الله يخليك. عندك احاسيس الفنان. الله يخليك. اهلا وسهلا. شكرا. يمكن نتعرف على الاسم او نسجل الاسم عندنا. نعم. الاسم جميل جمال مالي مثال. يا جميل جمال انا يمكن اسالك سؤال الان. تفضل. لا غريب يعني تقليدي يعتبر. تفضل. اكيد تعرفني انا. لا والله ما اعرفك طبعا. ليش؟ والله كذا ما اعرفك. خلاص ما اعرفك. ما هو جواب مقنع يا جميل. يعني ما أعرفك لكن كنت أسمع فيك. وما سبق أن حنا تعاوننا مع بعض أبداً. ما حصل لي الشرف لكن إن شاء الله في المرات القادمة إن شاء الله. لا المرات القادمة ما ينفع. أنت ما أنت فنان حقيقي. أنت ما أنت فنان حقيقي بتاتا. أنت تكتب على نفسك. أنت معيش نفسك في أوهام. بس دورات وشهادات و هذه كلها أشياء أكاديمية يا جميل. هذه ما لنا علاقة فيها. أنا سمعت أنك ما تحب الأغاني الشعبية. لا طال عمرك يمكن انت فهمت غلط. انا قلت خرشة العود. خرشة العود دليل على بداية الفنان المتخلف. انما الفن الشعبي انا احبه طبعا. احترم نفسك. ماشي قول احترم نفسك. احترم نفسك. خرشة العود ها ما هو ما عجبته. تعرف البلبل الصداح. البلبل الصداح شيء طبيعي. هذا فنان كبير وعظيم واعماله الحقيقة الواحد يفتخر فيها ويعتز فيها. معروف جدا. انت تعرف اني يكرهني؟ ها لا والله ما ادري. ما لا, لا 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 تدري وانت تكرهني. انا البلبل الصداح خايف من خايف مني. يحاربني البلبل الصداح. انت وياه ضدي. انتم حشيتوني بالجرايد اكثر من مره. لا بس طال عمرك فهمني. يمكن هو حشك انما انا ما حشيتك. انا ما حشيتك. يمكن هو حشك. مين اللي حش فريد شوقي؟ اي ما اعرف ايش فريد شوقي. مين اللي حش فريد شوقي صاحبوني؟ خليك صريح. اي فريد شوقي انت تتكلم؟ هذا قاعد هذا صار صديق البلبل الصداح. تعرف البلبل الصداح؟ البلبل الصداح اللي جايب عودك ذاك اليوم مرتز بخرشي عنده من الحالي. فشلت انا. طق انا طق انا نحشت. انا حشت انت. انا طقني طق لين عضيت الارض. لا لكن طقيته بالاخير. طقيته ودوني المستشفى. ما شاء الله. الله ابشرك يعني
ايوه طال عمرك. نعم. انا سمعت اللحن اللي من شوي اللي اداه الفنان نسيم، ايش رايك فيه؟ الفنان الصاعد. طبعا انت عارف انه الفنان بطبعه صادق مع نفسه وصريح جدا، وانا بالذات يعني من طبعي الصراحه، فاقول لك اللي في قلبي الحقيقه. الالحان سيئه جدا وسخيفه وحقيره وهابطه، واللي اداها أسوأ. انت عارف انها الحان؟ لا والله ما عارف، لكن حتى ولو برضه حقيره وسيئه وسخيفه ولا عندك سالفه انت وياه. يا جميل. نعم. من دين انك جنيت على نفسك؟ جنيت على نفسي؟ نعم. ليش؟ هذه الالحان اللي غناها من شوي الحاني انا؟ عارف. هذا اذا دل على شيء فانما يدل على هبوط الاغنيه. يدل على انك ساقط ولقينا عرض تستوفك، ومع السلامه نسيم. حبي الاول. مبروك. الله يسلمك. فناننا الصاعد. حبي الاول والاخير.